السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم في قناة جيمر جيت. اليوم عندنا لعبة من ألعاب البلس في شهر مارش لسنة 2018 اللي هي بومينج باستر. طبعا اللعبة هذه كل عليك تزرع قنابل تحاول تقتل الوحوش اللي عندك في الماب. فخلونا نخش. طبعا اللعبة دي فيها أونلاين وفيها اللي يمديك تضيف خيارك تلعب معهم برضه. خلونا نبدأ من البداية. طبعا في اللعبة يكون في وحوش أغبية زي كذا، بس يتحركون في اتجاهات ثابتة. كان لك انك تفجر وراح يطلع لك رموز معينة. الحين زي هذه تكبر الانفجار نفسه، يعني تمام، راح تخلي طريقة الانفجار نفسها تمتد أكثر. شوف هنا، خلينا نحط واحدة بس، خلينا نشوف تنفع الحين. دي صغيرة، شوف بحطها هنا راح توصل لي هنا. شوف شوف كيف وصلت لي هنا. الحين اقدر احط ثنتين، واحده كذا واحده كذا. الحين راح تمتد اكثر، واقدر الحين احط ثلاث. شوف كيف هذا ثلاث. الزاق قاعد تسمح لك انك تحط على القنابل اكثر، ولا الحدث تخليها تمتد اكثر. يلا الحين راح نقتل ذوليك. الحين كل ما تتقدم في الوضع هنا عندك تتقدم زيادة، راح تقدر انك تحصل ميزات اكثر. الحين ممكن تفجر عن طريق الريموت. شوف الحين هذا الجلافز يسمح لي اني ارميها زي كذا، وارميها اطلع زر الدائرة. شوف الحين حشرته، حركته سلام سلام. وبكذا خلصت مرحلة نفسها. طبعا كل خمس مراحل كل خمس مراحل لها بوس. طبعا شوف الحين المرحلة الثانية حطوا وحوش أذكى شوي، فيبغينا نشوف الموضوع كيف نوصل لهم، كيف نقدر. لأن الحين الأخضر هذا عنده ميزة إني أوخر على القنابل. الحين أعطوني هذه أقدر أتحرك بسرعة أكثر، وهذا الشيء راح يخدمني كثير وانا اتحرك في ال سبيد اب. حلو، الحين الجلوف هذا راح نحاول نقرب من الحيوان الذكي اللي هناك. شوفوا هنا الحين هذا ذكي. شوفوا الحين ما يروح عند ال فأنا الحين كذا حشرته، خلاص في النص اللي كان خلاص تقتله. شوفوا كيف والله كثير. اوف، شوفوا كيف هذيك كلمة تمد، يعني توسع المدى حقها نفسها. فيبيك تتذكر هذا الشيء ذا، يعني ما تطيحون نفس الشيء، المشكلة ما نطحت فيها يعني. أصوات اللعبة مزعجة شوية، أنا ممكن تكون عالي حبتين كذا. هذه بنت عندي ذا. Fire up. هنقول الحين كذا طبعا عشان ما نحاول يطلع لنا ذي الكلوكس تسمح لنا احنا نشيل ال سبيد اب قنابل.
بس كذا شيت. طيب هو توتو يلعب في حسبتك، خليك ما تركز زي في اللعبة. يلا طلعنا شيء كويس كذا نقدر نستفيد منه نقتلهم. Foam up. Blood. Yeah, sure. اوكي قتلته كله عشان اني مت عليه بس. الجلف وافي الا هذا كل معناها بس احشوه عطى والله. الله غصبي تجي القوي. الله شوف كيف يعني كل ما تطلق خواص اكثر، كل ما تطلق شعر كل ما يصير كل ما يصير تقدر يعني تقدر توصلهم اسرع، يعني ما تطول في اللعبه يعني تقدر توصلهم بشكل سريع يعني. طيب ما ادري اطول قبل هذه فكره اللعبه ببساطه. طبعا كل خمس مناطق يكون في بوس كما مو لازم تنهي، ان المنطقه بعد تفتح لك بس ما يعني مو لازم تنهي، يعني لازم انك تنهي البوس لانه ما حيطلع اي خاصيه اضافيه او اي شيء يعني ممكن يفيدك في يعني كخاصيات. المفروض هو اذا انت قتلت بوس المفروض هو يعطيك خاصيه اضافيه للعبك، المفروض زي كذا. فاتمنى ان المقطع عجبكم، يعطيكم الف عافيه على المشاهده. اللي ما اشترك في خاصيه تنبيه عشان اول ما ننزل مقطع جديد عن العاب البلس لشهر مارس راح يجيك تنبيه بشيء ذا. نشوف ان شاء الله في مقطع جديد. سلام.